ايوه انت جبان يا كامل جبان. انت مرضيتش تطلع الفلوس قدام عفيف عشان ما تعرفش انك عندك ملايين مخبيها عنها عشان بتخاف منها يا كامل، بتخاف من عفيف، خفت تعمل كده. اليوم ما جيت تطلب بنتي زي ما خفت زمان ومشيت وراها وجيت قلت لي نفض الشراكة يا فضل وانفصلنا ولسه لغايه دلوقتي بتخاف منها وخايف تطلع الملايين اللي عندك قدامها، مش كده يا كامل؟ انا مش خايف من حد، انا خايف على اولادي. ولادي لما طلعت لهم كام مليون من اسمتك الظلمه الفلوس دي ضيعتهم، الملايين دي لعنه. اظن انت اكتر واحد عارف الفلوس ممكن تعمل ايه في الولاد اللي مش تعبانين فيها. انا بحمي ولادي، طلعت جزء صغير من الفلوس عشان اختبرهم هيعملوا بيها ايه، ولما لقيتها تضيعهم شلت الباقي في البنك. مفيش حد هيعرف ولا هيحس بالفلوس دي غير لما اموت، عشان لو حد تاني جراله حاجه منهم ما كنش هنا، ما كنش شايف، ما كنش زيك وشايف الفلوس وهي بتدمر ولادي واحد ورا التاني. انت بتعايرني يا كامل؟ انت عارفني طول عمري الكلمة بكلمة. اللهم بقوا كم مليون دلوقتي يا كامل؟ ما يخصكش. عارف انا بطريقتي حسبتها كده يعني انهم وصلوا بالارباح ل 150 مليون جنيه. يبقى اللي كنت شاكك فيه صحيح. رايح تتبرع ب 150 مليون بالذات عشان تقول لي ان كل اللي معايا بالنسبه لك مجرد صدقه انت بتطلعها. انت اللي بدات بالاستعيال يا كامل. لما خليت منال تسيب البيت وتروح تقعد عندك. اللي بدا بالاستعيال انت يا فضل. لما طلعت لي الاجنده الفاضيه. واللي بدأ بالدوامة دي كلها برضو أنت يا فضل، لما اديتني نصيبي في الذهب اللي ورثناه، مش حق أرباح الشغل اللي عملناه سوا. مساء الخير. مساء النور مدام كاملة. أيوة مين حضرتك؟ أنا واحدة تعرف جوزك كويس قوي، أستاذ مروان، مش كده؟ أنت مين وعايزة إيه بالظبط؟ أنا واحدة مغفلة، مغفلة زيك بالظبط، بتتذبح بنفس السكينة التلمة من عيلة فضل الخولي. كل ده شايله في قلبك يا كامل يا اخويا، وكل السنين دي بتدعي عليا؟ بتدعي عليا مش كده؟ طول السنين دي مراقبك، كنت ببقى في منتهى السعاده لما بتنجح وتتقدم، كنت بحس ان انا كمان بنجح وبتقدم. عمري ما حسيت اننا انفصلنا ولا بعدنا عن بعض وإن أرواحنا لسه مرتبطة. ساعات لما كنت أشوف إنك هتعمل حاجة غلط كنت ببقى عايز أتصل بيك وأقول لك لا يا فضل بلاش، بلاش يا فضل، اهدى شوية، اهدى يا حبيبي على نفسك، كده غلط، أنصحك زي زمان. بس كنت أرجع وأقول لنفسي إحنا مش زمان ولا عمرنا هنرجع زي زمان. لو كنت قلت لي عمري ما كنت هكسفك. كانت اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي اتبدرت عن كده بكتير بكتير قوي يا كامل. عارف أكتر حاجة
كانت بتموتني كل ليلة وأنا حاطط راسي على المخدة إيه؟ دايماً كنت أسأل نفسي لو واحد فينا مات قبل التاني، التاني هيعرف يعيش بعده إزاي؟ هيكمل في الدنيا لوحده إزاي؟ هيحس بإيه؟ هو عارف إنه ضيع الفرصة بإيده وبإرادته وإنه ما كملش ولا كلم أخوه وهو عايش. كنت بني يا ربنا يحصل أي حاجة تجمعنا قبل ما لحظة زي دي تيجي، لأن يعني عارف متأكد إن عذابها هيفوق أي عذاب تاني في الدنيا. العمر سراء وإحنا بقينا قريبين أوي، بقينا قريبين أوي يا فضل. خلاص يا كامل، بعد الفرح نقعد أنا وإنت لوحدنا ونحسبها من أول وجديد. مش همشيك زعلان أبدا. إيه؟ أنت عايزاني أبيع اللي في بطني؟ عايزاني أبيع حتة مني؟ الحتة منك دي أنت جاية لي أصلاً وعايزة تخلصي منها يا مروة، محتاسة فيها، عايزة تقتليها. طب بذمتك، بذمتك أنهي أحسن؟ تقتلي روح ملهاش أي ذنب مع سبق الإصرار والترصد، ولا تجيبيها وتخليها تعيش في الدنيا أحسن عيشة كمان؟ أنت أكيد مش طبيعية، أنت ست مجنونة عن إذنك. طب استني بس، اسمعيني كويس قوي. شوف يا مروة، زي ما أنت جيتيلي وفتحتيلي قلبك وأنت ما تعرفينيش وعريتي نفسك قدامي، أنا كمان هعمل معاكي كده. أنا لوحدي يا مروة، لوحدي خالص، مفيش حد بيحبني، كلهم بيكرهوني على فكرة. أنا ماليش أي حد في الدنيا، مفيش أي حد في الدنيا بيحس بيا ولا بيطبطب عليا. قدامي حاجة من الاتنين، يا إما أنتقم منهم يا إما أسيبهم كلهم وأروح أعيش لوحدي برا مصر، أبدأ من جديد. قبل ما أشوفك أنا كنت خلاص قررت إن أنا أنتقم، وكنت فعلاً بفكر هعمل إيه. بس أول ما قعدنا واتكلمنا حاجات كتيرة قوي اتغيرت في دماغي. ابنك هيتكتب باسمي يا مروة من غير أب، وده بيحصل بره عادي جدا. انا هاخده وهاجر بره، وصدقيني مش هخليكي تشوفيه ابدا، مش هخليكي تتعلقي بيه ولا لحظه، كانه ما جاش. وطبعا قصاد كل ده فلوس كتيره قوي قوي، هتعرفي تعيشي اخواته كويس انت وابوه. طب بذمتك في احسن من كده في الدنيا؟ طب ده في الدنيا، وهناك 10 مليون جنيه يا مروه. وعلى فكره موضوع زي ده لازم ناخد قرار فيه بسرعة جداً عشان نعرف هنعمل إيه في الفترة اللي جاية. وعايزة أقولك على حاجة، فكري كويس قوي هتفتحي عبد الله في الموضوع إزاي، ولو معرفتيش قوليلي أنا هساعدك. أنا أكتر واحدة في الدنيا دي بتعرف تبيع الكلام وتلعب في الدماغ.